ظهرت الفنانة راوية سعيد في فترة السبعينيات وشاركت في بعض الأعمال الفنية، وكان من أهم المشاهد التي شاركت بها وتركت بصمة كبيرة لدى جمهورها في المشهد الشهير مع الفنان جورج سيدهم بدور نفيسة وهو يأكل البيض من يدها خلال مسرحية المتزوجون عام 1981 بطولة الفنان سمير غانم والفنانة شيرين والفنان الراحل نجاح الموجي والفنان جورج سيدهم، وكانت من أشهر المسرحيات التي لاقت نجاحا كبيرا، وبعدها شاركت في أعمال أخرى مثل ليالي الحلمية وغدا تتفتح الزهور وسقطت في بحر العسل، ولكنها اختفت عن الأنظار منذ فترة. هنا المشهد الشهير مع جورج سيدهم الله يرحمه، كان من المشاهد المؤثرة واللي كلنا فاكرينها طبعا، وكلنا استغربنا ازاي بياكل البيض ده كله وبيعرف يتكلم كمان هو بياكل. دي راوية سعيد اللي مثلت المشهد ده. وبعد غياب دام لسنوات طويلة عن الساحة الفنية والظهور الإعلامي، استضاف الفنان إدوارد في برنامجه القاهرة اليوم في سنة 2017 الفنانة راوية سعيد، وقامت الفنانة بتوضيح أسباب اعتزالها الفن وأيضا عن أهم الأدوار التي قدمتها في أعمالها الدرامية والتي تسببت لها في شهرة كبيرة. ومثل إدوارد مع الفنانة راوية المشهد الشهير بالمسرحية والذي ما زال الجميع يتذكره حتى الآن من مشاهد المسرحية الجميلة. عندما كانت راوية سعيد تطعم الممثل جورج سيدهم بيض بيدها، وفعلت نفس المشهد حتى لم يقدر الفنان إدوار على الحديث، وسألها كيف استطاع الفنان جورج سيدهم الحديث وتحمل ذلك المشهد الصعب، وأوضحت له الفنانة راوية سعيد أن إيدها فيها البركة. وهنا هي أثناء ما بتمثل نفس المشهد مع إدوار عمالة تديله في بيض في بقه، وهنا على فكرة هو ليه نفس تدويرة الوش بتاع جورج سيدهم، بس هو استعجب بقى ازاي كان بيقدر يتكلم وهو بياكل البيض ده كله، ولما تحط ايدها الظاهر على قلبه خايف على قلبه يقف من كتر البيض. قدمت راوية سعيد أول عمل لها عام 1947 بفيلم الطلاقي، وبعدها مسلسل دمعة على الرمال وهي متزوجة من الفنان الكبير رياض الخولي. كتير ما عرفوش المعلومة ديت، لكن هي متجوزة من رياض الخولي، معروف طبعا فنان كبير وقدير وليه أعمال كتير. ودي صورة ليها مع إدوار في البرنامج. راوية سعيد التي اشتهرت بدور نفيسة في مسرحية المتزوجون بدت بشكل مختلف تماما بعد الحجاب والاعتزال. هنشوف لها صور دلوقتي وبعد كده نشوف الفنان الكبير رياض الخولي في عزاء والدته الله يرحمه. هنا في مسرحية المتزوجون، هنا بعد الحجاب والاعتزال، وهنا مع نجاح الموجي الله يرحمه. كان ليها أعمال كتير برضو وهي في شبابها، ودي لقطات من أعمالها. وهنا هي تاني واحدة من على الشمال، كان نادية لطفي، نبيلة عبيد، ودي سميرة عبد العزيز، على يمينها راوية، هنا مع خالد زكي، حسن عابدين، مع يونس شلبي، مثلت مع عمالقة كتير، هنا في شبابها، هنا مع خالد زكي، ودي يونس شلبي،
محمود ياسين. نجاح الموجي. هذا وقد أقيم عزاء والدة الفنان رياض الخولي الاثنين 29 ديسمبر 2015، وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء، من بينهم الفنانة راوية سعيد زوجته طبعا، وأيضا حضرت الفنانة عبلة كامل ووفاء عامر وسمير عبد العزيز وأميرة هاني ورندا البحيري وفلك نور، أيضا الفنان أشرف عبد الغفور ومحمد الصاوي وكريم كوجاك وشريف خير الله وصلاح رشوان، محمد أبو داود وهادي الجيار وفتوح أحمد وسامح السريتي ومظهر أبو النجا وأحمد سعيد عبد الغني وسامي مغاوري والكابتن مجدي عبد الغني، وذلك في مسجد الحصري في 6 أكتوبر. وإليكم صور العزاء. أنا راوية سعيد على اليمين طبعا، وأنا رياض الخولي بيتلقى العزاء، ودي سميرة عبد العزيز، هادي الجيار، ودي فتوح أحمد مع رياض الخولي، محمد الصاوي، ودي سامح السريتي هو اللي في النص طبعا، الشقنقيري، رياض الخولي، علي سامح السريتي، كتير من الفنانين جم عشان يعزوه في وفاة والدته. أشرف عبد الغفور. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا.